السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. سلام. دونك لا فيديو تاع اليوم حنناقشوا فيها موضوع مهم، اللي هو موضوع كيفيه دراسه ماده اللغه العربيه. كيفاش تقرا ماده اللغه العربيه؟ سؤال بزاف يطرحوه ويتراود لذهن يتراود لذهن الكثير من الطلبه ممتحنين شهاده البكالوريا العام القادم في طور التحضير. اذا اليوم حبيت نسال عليكم هذا الامر، نعطيكم كيفاش تقراوا اللغه العربيه. ان شاء الله حتكون العلامه تاعكم اذا قيدوا على اللغه العربيه صح، اذا حبيتوا اللغه العربيه، اذا حبيتوا هذه الماده، اذا العربيه كي تمدلها وكي تعب فيها تمدلك وتعوضك على التعب اللي تعبتيه ان شاء الله اكثر من 15 لملا. اذا باك 2021 يو كان دو ات. نبدا بلا فيديو، ما نساوش من هذا المنبر نقدم تحيه للاستاذ عبد السلام، درسنا هذا العام. شكرا جزيلا استاذ، بارك الله فيك على المجهودات المبذوله، وخلينا نبداو. اذا نبداو فيديو اليوم اللي هو على كيفاش ندرس ماده اللغه العربيه. بعد ما وعدتكم اني راح نقوم به في فيديو فارط. بدايه ماده اللغه العربيه لهذه السنه ليست بالماده صعبه بل المشوقه وممتعه، خصوصا هذه السنه تتنوع فيها بزاف المواضيع، الوحدات تختلف، انواع الشعر، شعر تعليمي، شعر تحرري، كذلك المقال، فن المقاله، مواضيع جيده تفيدنا بزاف في حياتنا العمليه القادمه والمهنيه والجامعيه. اللي ملا كان اللي يشتيو إليا ابو ماضي، كان اللي يشتيو مفدي زكريا، خصوصا عندهم النزعه ديك الوطنيه، شعر الارض المحتله حيعجبكم بزاف. يعني هل حتكون مشوقة، ما حتكون مدى ممتعة، مايش مدى مستعصية ولا مدى مملة. حلوة بزاف العربية هذا العام، حتى دروس القواعد سهلة جدا وأعظم ومعظمها كنا تناولناها من قبل، لكن هذا العام راح نجست شغل وي فوكس اون ات، مش حتجي صعيبة بزاف، سهلة وقيناها قبل وعندنا ديجا أفكار عليها. إذا نبداو بنصائح. بداية كما قلت قبل نقدم تحية للأستاذ عبد السلام من هذا المنبر، شكرا له وبارك الله فيه على مجهوداته. هذه النصائح اللي راح نمدهم هو ثمرة تاع النصائح اللي تعلمها الأستاذ عبد السلام، الأمور اللي علمهمنا الأستاذ عبد السلام، وكذلك شوية من الخبرة الصغيرة اكتسبتها هذا العام هنشاركها معاكم. اذا نبداو. اول حاجه بالنسبه لي اللي هي very important اللي هو تحضير الدروس واخذ فكره عن الدرس قبل تناوله في القسم. هذه النقطه مهمه بزاف، خصوصا اللي حابين يجيبوا معدلات ملاح في اللغه العربيه. ما انا مش تقولي مين نجيب الوقت، لا، تخلق الوقت لما اللغه العربيه تقدر اكزامبل تقرا على السبعة غير درجين 10 دقائق تكفيك تحضر درس ماده اللغه العربيه. اعتمد بزاف تحضير دروس اللغه العربيه، مش لازم تكون هذاك التحضير المعمق والمدقق ويدي فتره طويله، فقط تقرا النص اللي حتناوله وتقرا الاسئله، ولو جاوب الاسئله في مخك برك ولا كتابيا في شكل نقاط فقط. علاه هذا الامر راح يقيك من المشكل اللي هو كي تقرا درس ما تفجعش، ما تخلعش، ما يتصرالكش هذيك تتفاجأ من الدرس وتخاف وتخلع وما تفهموش، بالعكس راح تحمي روحك بتحضير الدروس من هذه النقطة. راح تكون مهمة جدا. كذلك كاين نقطة مهمة بزاف ننصحكم بها، كن حاضرة ذهني مع الأستاذ في القسم. عدم وجود وقت في البيت عندما هو النتيجة. دونك كما قلنا دونك سولينيو عليها هذه، تكون حاضرا في القسم باسكو مهمة بزاف. علاه تكون حاضر ذهن في القسم؟ صافي تجي تركز بزاف مع الاستاذ. هذا الامر علاه تربح وقت بزاف، معناها تفهم في القسم تروح للدار على الاقل نقول تخلي اللغه العربيه ساعه في الاسبوع ولا اقل، ما تتعبش معاها بزاف، تربح بزاف وقت. نعرفوا بلي عندنا دروس خصوصيه في القسم، نعرفوا عندنا مواد اوليه، مواد اساسيه، بالرغم من انه ماش بلي كاين مواد اساسيه مواد ثانويه. راح تربح بزاف وقت تفهم بطبيعة الحال، وفي الدار راح تكون فقط حتعاود تراجع في المعارف، مش تعاود تفهم من جديد، خصوصا مع دروس خصوصية مش راح يكفيك الوقت وما تتعبش روحك. كذلك هي نقطة مهمة كان يقولها لنا الأستاذ عبد السلام بزاف، اسأل قبل أن تسأل. هذه مهمة بزاف. اش معناها؟ معناها لا تدخر أي سؤال ما تسألوش الأستاذ تاعك. اي سؤال عندك في ذهنك تسال الاستاذك في القسم، هو ان شاء الله يجاوبك، هو يجاوبك بطبيعه الحال، ما كانش الاستاذ ما يجاوبش تلميذه. هذا الامر حيفيدك بزاف، تقصيه اي سؤال ما عم بالكش انت بالك سؤال هذاك يجيك في البكالوريا، سقسي الاستاذ تاعك وحيتعاون معاكم وحيعاونوكم ان شاء الله ولا هلا.
أي سؤال يتبادر لذهنك اسأل أستاذك، هذا أمر مهم كذلك، هو نفسه اسأل قبل أن تسأل. عذرا، هذه نقطة مهمة بزاف، كما قلنا لا تتخذ أي سؤال في ذهنك، اسأل أستاذك عن كل شيء. فوالا، ممكن نقطة مهمة بزاف تاني هو اكتب كل شيء على الهامش. قدم هنا الأستاذ عبد السلام، عندنا الهوامش تاع الكراسات ما تهملوهمش وما واعطيهم قيمتهم، لا تفوت أي شيء، كل صغيرة وكبيرة وأي حاجة تخاف تنساها اكتبها على الهامش، وذلك باستخدام السولينيار، هذا النوع من الأقلام. أنا أنصحكم بهذا اللون، يعني هذا لون ونفسه هذا لون مشع نوعا ما وتلهو أكثر ويجذبك للحاجة أكثر. دونك علاه؟ لترسيخ الفكرة قبل كل شيء. دونك كل شيء الأستاذ يقدر يقول كاين حوايج تتهدر وما تكتبش، أنت سيد خير بلا تكتبها، بس خد بالك هذوك لحوايج تزيدهم زيادة هذيك هي اللي تشكل الفارق وتخليك متميز، تحصل على علامة مليحة إن شاء الله في مادة اللغة العربية. إذا نوصلوا للبلاغة اللي هو مهمة بزاف. دونك فيديو اليوم جوست حنتناولك فيه كيف تقرأ المادة، مش طريقة الإجابة أو أي شيء. أنا كنصيحة أنصحك بإعادة جل دروس البلاغة لوحدك، نركز على لوحدك والتمرن عليها جيدا جيدا. علاه؟ بطبيعة الحال خصوصا لقيتو بنظام فوجين كما حقينا احنا هاد العام، وكانت الحصة 45 دقيقة، هي تكفي للشرح بطبيعة الحال، لكن مش حتكون هذاك الفهم الكبير، لازم انت تعتمد على نفسك في البيت. كيف تعود هذا الدروس؟ انا ننصحك بالاستاذ حيقون، الاستاذ حيقون بالنسبة لي افضل استاذ في مادة اللغة العربية على يوتيوب، حيعاونكم بزاف في دروس البلاغة وكذلك في النحو، كذلك في يعاونكم بزاف. استاذ حيكون اي درس كنايه بلاغه، عفوا كنايه استعاره تشبيه، هذه الامور قيناها في من قبل، بس عاود مع استاذ حيكون حيفيدك بزاف. كذلك دروس النحو، مثلا نقولوا احنا البدل، نقولوا محل الجمل من الاعراب، هذه الامور كامل عاودها من وحدك في الدار لترسيخها. صح تناولها في القسم، لكن تناولها في الدار، عاودها مع الاستاذ حيقول. الاستاذ حيقول يمد لي زاستيس ملاح بزاف، يفيدوك بزاف خلاه، وتتعلم حوايج ملاح خلاه. دونك نحو كذلك دروس نصحك كذلك كما درنا على الاستاذ عبد السلام، دروس تكون في شكل مخططات. هاو كراسي تاع ماده اللغه العربيه، نشارككم كيف الدروس كنا نديروه. دونك انا ننصحكم تحطوا عندكم اوراق بيضاء عندكم في كراسه ماده اللغه العربيه، وديروا فيها دروس بشكل مخطط، دي شيما يجيك باهي ومفهوم وكل. مثال درس الخبر، درس الخبر هاني كيف دايرته، وضحت الصوره. كلش ديروا مخططات، حيفيدكم بزاف هذا الشيء. مثلا درس تاع محل الجمل من الاعراب، نشارككم كيف درتو باش توصل للفكره. مثلا هكذا تكتبوش في الكراس، انا نظن افضل ورقه بيضاء وسولينيور ما يخطيكمش، حيكون افضل. مثلا الجمله الواقعه حالا، نعطيو مثال ها كيفا، مثال هادي افضل وافضل واسهل للفهم. دونك انا واش كنت ندير باه نكون صريحه معاكم، نعطيكم بكل نقول معناها مخبي لكم حتى حاجه، الطرق كنت نقرا بها. دونك درس اللغه العربيه نديرو في ورقه بيضاء تاع النحو، فوالا نديرهم في ورقه بيضاء، الشيء يكتب الاستاذ في القسم كما يكتب في القسم مخططات، نكتب انا كذلك، بس كيجيني ورقه الكراس صغيره غدا كانت دي ريجيستر بالك، بس انا فضلت هكا ونقرا فيهم. متخافوش ما تروحش الورقة، هاي مغرافيا، الغرافيز مهمة جدا لما تعطيكمش طيلة العام الدراسي. فوالا، أتمنى تكون وصلتكم هذه النقطة وفهمتوها بزاف مليح. كما سبق وذكرت الأستاذ حيكون هو أفضل أستاذ بالنسبة لي، أنصحكم تتبعوه بزاف بزاف بزاف. أستاذ حيكون كما سبق وقلنا كاينه لا حاجة
نقطة مهمة بزاف ناقشوها، لا حاجة لدروس خصوصية في مادة اللغة العربية السنة العام ديال البكالوريا. علاه؟ باسكو نتا كتلميذ مادام عندك بزاف دروس خصوصية تقراهم، دروس في القسم، تدرس في البيت وحدك، في اليوتيوب تغلب بزاف. ممكن نظن اليوتيوب والقسم مع حل البكالوريات والممارسة كافي. واسأل أستاذك وتعلم من أستاذك المنهجية الصحيحة للإجابة. الاسباب وش هي؟ انا نقول بالنسبه لي كان اسمات ممكن تقولك لا، علاه؟ انا نقول مضيعه للوقت، هذه نقطه مهمه بزاف، الوقت انت مسحقه. ثانيا تغلب مخك، يتعب مخك، لما مخك يتعب ما تقدرش تزيد تقرا مواد اخرى، معناها حتضيع مواد اهم، اكثر اهميه، ونقول دروس مهمه بزاف حتضيعها ما تفهمهاش، بس مخك يغلب اغلب تقدرش تحفظ. دونك كذلك هنا نقطة مهمة بزاف، اللي هي حاول تنويع المواضيع. تنويع المواضيع مهم بزاف مادة اللغة العربية، معناها دير مش مادة اللغة العربية، معناها ما تحاولش طيل العام دراسي حتكون فيه بطبيعة الحال أظن في الفصل الأخير حتى كيتحل ما تحلش غير شعر، حل شعر ونثر. ما عم بالكش انت وناه في البكالوريا حتخير وناه الموضوع اللي راح يكون أسهل. هاد النقطة ما عم بالكش بها، دونك حاول تنويع المواضيع بين الشعر والنثر، ترى شعر وترى نثر، وحاول انك تتحكم فيهم في زوز. كما سبق وقلت نزيدو، انا الاستاذ خالد حماش فيما يخص شعر الالتزام، قريت عنده شعر الالتزام استاذ خالد حماش، مفيد بزاف. هو في استاذ في كوغ دي زاد ويدير دورات، ما ننصحش بزاف بالخصوصية كما قلت، الدورات تعب مخك بزاف. برك انت كي تقرا مادة اللغة العربية طيل السنة العام الدراسي ما تسحقش دروس خصوصية وما تسحقش دورات، ما كانش منها في الدقيقة الأخيرة تقرا مادة اللغة العربية، لا لا لا، دراسة عام كامل مش مجهود تاع 5 سوايع ولا 6 سوايع. كيما قلت لكم شعر خالد حماش يتناول موضوع تاع الشعر وهذه الأمور، عجبني في هذه النقطة، ما عجبنيش بزاف في البلاغة ولا في النحو وغيره ما شابه ذلك. واش ننصحك أنا؟ نقولك احفظ من كراس القسم وزد عليها، معناها انت احفظ من كراسك تاع القسم وزيد عليه، شوف مع الاستاذ حماش تلقاه مد افكار ما تناولتهمش في القسم، زيدهم لما لا. بس كنظن انا ونامن باللي هذيك الامور اللي زيدها هذيك هي دير الفاصل وتميزك بطبيعه الحال. اذا بهذا نكون وقد وصلنا لختام الفيديو اليوم، نتمنى انكم استفدتوا اليوم، ان شاء الله تكونوا من الناس اللي يجيبوا اكثر من 15 في ماده اللغه العربيه. العشرين في مادة اللغة العربية ليست صعبة بطبيعة الحال، فقط انتبهوا وركزوا جيدا. وكما قلنا في الديبيو تاع الفيديو، باك 2022 you can do it. اذا نعاولوا عليكم ان شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مادة اللغة العربية وكذا في كافة المواد. اذا كان عندكم اي اسئلة شاركوني بها في التعليقات. اظن فيديو اليوم كان فيديو طويل نوعا ما، لكن لتكون الافادة ونشرحه اكثر. بون اي سؤال عندكم اسألوه لي في خانة التعليقات في الاسفل ونجاوبكم ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا باللايك، الاعجاب للفيديو ومشاركته مع اصدقائكم لتعم الفائدة، وكذلك لايك والكومنتس يعاونونا بزاف ويخليوني شغل نزيد نبارطاجي فيديوهات اخرين. دونك اذا عندكم مواد تحوسوا نشارك معاكم كيفاش دراستها، ايضا ماده اللغه ماده الرياضيات، ماده الرياضيات كان قد حذف مقطع من فيديو المراجع، ساقوم بعمل فيديو خاص على ماده الرياضيات ان شاء الله ومن تجربتي خاصه هذا العام، دونك بونس عندي تجربه اهي ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. كما وصلنا لهذا الفيديو نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم، نلتقي. Peace.